كلاسيكو الأرض، ريال مدريد يتعادل أمام برشلونة بهدف من ركلة جزاء. إليكم التفاصيل كاملة، ولكن قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة. نجح فريق ريال مدريد في تسجيل هدف التعادل في شباك برشلونة، وذلك خلال كلاسيكو اليوم على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة 32 من دوري الأسباني لموسم الحالي 2023-2024. وافتتح أندرياس كريستنسن التسجيل لفريق برشلونة في شباك ريال مدريد في الدقيقة 6، وهدف التعادل جاء عن طريق فينيسيوس في الدقيقة 18 من ركلة جزاء. وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية خبرنا. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.